أعزائي مشاهدي الفضائية التالية في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الأخيرة لهذا اليوم. في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين المكلفتين بالتعليم والصحة للنهوض بالمجال الصحي، وقعت اليوم اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وجامعة الملك فيصل، حيث تنص هذه الاتفاقية على فتح قسم جديد للتمريض بالعربي. جرت اتفاقية التوقيع بحضور أمين الدولة في الصحة تقرير محمد بحضور أمين الصحة الدكتور محمد النظيف يوسف ورئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عبد الله بخيت ورؤساء أقسام الكليات التابعة للجامعة. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مجال تطوير البرامج الصحية، جرى حفل توقيع اتفاقية شراكة تعاونية بين وزارة الصحة العامة وجامعة الملك فيصل، وذلك في إطار افتتاح قسم المدرسة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية بجامعة الملك فيصل من أجل المساهمة في التنمية الوطنية وتكوين الكوادر البشرية داخل المستشفيات والمراكز الصحية وتأهيل حاملي الشهادات الجامعية في التمريض وكذا القابلات اللائي تحصلن على شهادة التمريض. واليوم إذ نفتتح هذا القسم الجديد فإننا نأمل أن نكون قد ساهمنا في فتح نافذة جديدة لأبنائنا الطلاب الراغبين في الالتحاق بمساق العلوم الصحية. تبقى الإشارة إلى أن وزارة الصحة في برنامجها التعاوني مع جامعة الملك فيصل بدأت تجني ثمارها بطريقة جيدة لأجل خدمة الوطن والمواطنين وفتح آفاق مستقبلية للدارسين في أقسام الكليات الطبية، وهذا يسهم في تحسين الحياة الصحية للمواطنين في جميع الأراضي الوطنية.